هنخش الاول في اللحمه المفرومه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا نعصجها بطريقه تكون لطيفه، وزي ما قلت لحضراتكم عايز امشيها النهارده معاها تشكيله تكون كبيره من الخضروات، ويمكن انا مهتم جدا بموضوع الخضروات للصغير والكبير، فاتمنى يا رب نحاول على قد ما نقدر ناكل خضار كتير باي طريقه من الطرق. هبدا الاول في ربع كيلو لحمه مفرومه. بسم الله الرحمن الرحيم. قلب بلحمه مفرومه كالعاده زي ما حضراتكم عارفين، بيبقى فلفل اسود عشان الزفاره، وكمان ملح عشان الحاجه تبقى معايا متفتته شويه. الملح بيفرق في التقليب، ما بقاش الحاجه مكلكعه معانا. وهبدا انزل عليها على طول بسم الله الرحمن الرحيم على طول كده في الحله. لو عارفكم شايفين ما يكملش ربع كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم، واقلبهم واشوحهم مع سن الزيت كده اهو. وهبدا اكون مجهز عندي اي خضروات انا عايزها. الناحية التانية في الحلة دي يا أستاذي بيدفى حبة لبن، لتر لبن كالعادة، وهبدأ أجيب عندي خلطة البشاميل بتاعتي وأقفله برضو عشان خاطر يبقى عندي اللازانيا جاهزة، الحشو والمكرونة مسلوقة. الطاسة دي هشتغل فيها للتشيكن سويت أند ساور، هنشوف خطوة خطوة. هبدأ دلوقتي أخش على طول على الخضروات بتاعتي. وإيه الموضوع؟ بصلاية كبيرة. بص البصلاية دي قد إيه؟ شوف بصلايه حلوه كده، تجيب ميتها بقى وتبدا تستوي وتدي طعم كويس ليه اللحم المفرومه اهي. بص البصل المفروم قوي ده او زي فرمه اللحم المفرومه بيزود الكميه معانا وبيدي طعم عالي جدا. تعالى بقى نضيف عندنا حبه فلفل الوان حلوين، اخضر واحمر، كلهم كالسيوم، كلهم فيتامين كويس جدا. والموضوع بيبقى حسب الذوق، في ناس تحب ممكن تحط كوسه زي النهارده ما انا حاطط كده بصراحه، في ناس تحب تحط تزود اي خضروات بنحبها تقدر حضرتك تمشيها معاك. جزر، وعندي مشروم، وعندي كوسه، كل الحاجات دي كلها هتبقى طعمها حلو جدا وجديده في الحشو بتاع اللازانيا، ما يبقاش بس لحمه مفرومه وخلاص. فلفل الوان، جزرايه مبشوره او مفرومه، مشروم مفروم، كوسه مفرومه او مبشوره، وابدا اقلب حاجتي واشوف الخلطه بقت عامله ازاي. شوف المنظر، بسم الله الرحمن الرحيم، تقلبتين حلوين كده جامدين عشان الحاجه تبقى متظبطه ومطعمه. شايف المنظر ده؟ حشو للازانيا، حشو للمكرونه بشاميل لو حبيت، حشو لاي شيء ممكن اقدر استغله. لو انا مش عايز النهارده مثلا احط عندي لحمه ما عنديش مشاكل، ممكن تبقى فراخ، نفس الخلطه او نفس الخلطه تمشي، كل حاجه بتمشي. ولكن نرتب بس الاول التشويح عامل ازاي وننزل بالتدريج على حاجتنا. طيب اللبن اسيبه عندي يدفى شويه وهبدا ابهر عندي حاجتي واحده واحده. هطعم الامور عندي بمكعب مرقه برده لطيف في طعام للامور. هاخد مكعب المرقه ده هقسمه لجزئين، الجزء الاول احطه عندي في البشاميل لو حبيت، والجزء الثاني احطه عندي في الخلطه. مكعب مرقه بتاع كنور اللي هو اللحمه كده اهو، هفرمهم الاثنين مع بعض كده، هاخد جزء هنا والجزء التاني هنا. حلو الكلام. هرجع تاني اقلب حاجتي عشان بس الحاجه تتطعم شويه، وابدا اجيب عندي حبه ملح وابهر الامور سنه كمان، وحبه بهارات مشكله ومتشكلين بالنسبه للبهار هنا. خلاص دي كده خلصانه ان شاء الله. شوف عامله ازاي، خلصت. وما احبش اقرص على الخضار اكتر من كده، يعني شايف ان كده الخضار واخد تسويه زي الفل. هبدا اسس كمان عندي البشاميل قدام حضراتكم هنا كمان. حطينا عليه لتر لبن ونص مكعب مرقه او مكعب مرقه. اجيب عندي مضرب وابدا هقلب الاول اللبن بتاعي كده اهو، وابدا اول ما اشوف خلاص بدا يبقى دافي هجهز عندي كيس خلطه البشاميل بتاعتي، هتوفر لي كتير من الوقت. وبدل ما احط الزبده والدقيق واللبن وارجع ازود ونقص، لا الخلطه بتاعه البشاميل بتاع الكنور ده سهل وابدا اعمل ده. بشاميل سريع فوري ما فيهوش اي حاجه صعبه، غير بس ان انا لو عايز ازود بقى اي اطعمه فيه انا تمام. ايه ممكن ازود اطعمه فيه؟ ممكن احط عندي ريحان، ممكن احط عندي بقدونس، ممكن احط عندي صلصه طماطم اخليه لون تاني، عايز احط عليه جبنه، كل ده هنشوف ان شاء الله مع حضراتكم اهو. اديله دقيقتين وهتلاقي الصوص ربط وزي الفل. طيب ده بالنسبه لاول طبق. اول ما احس ان التشيكن سويت ساور خلاص اتبلت وبقت زي الفل، ابدا اجس اشوف اخبار الزيت ايه بالمره.
اهو ها جاي منه ولا لسه؟ اول ما احس ان خلاص بقى تمام اشتغل على طول واحده واحده. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هعمل حركه حلوه برضو اخفف الصوص بمزاجي. هجيب عندي مغرفه حلوه كده من المرقه الدافيه، وهاخد عندي بسم الله واحد مالوش تاني، عايز اخفف الصوص براحتي، الصوص عندي يطلع منه اللي انا عايزه اهو. شوف اقلب صوص البشاميل، شوف عامل ازاي. وانزل الاول زي ما كنت بتكلم مع صديقي اللي كان بيقول لي عندي مشكله في موضوع البشاميل اللي بيلزق مني او اللي زالت تلزق مني. ادي الزبده اهي يا باشا، ركز معايا وهعمل كده. خدت بال حضرتك اهو في الجوانب تمام، وهجيب برضو عندي حبه حلوين كده انزل بيهم واساوي اموري بايس كليبر كده اهو، عمر ده ما هيلزق من حضرتك. بص البشاميل بالجبنه بالريحان عامل ازاي اهو، ثلاث دقايق ما خلصوش، ثانيه واحده حالا هعمل كده اهو. اول رصه كده اهو، وابدا احشي على طول اهو، واقفل واحده كمان زيها.